القسوة والرصاص ومسيل الدموع وخراطيم المياه الحارة والانتشار الأمني الكثيف والمندسين، كلها مجتمعة لم ترهب قلوب آلاف العراقيين الحالمين بالحرية والأمان والكرامة، ولم تمنعهم من التجمهر في ساحات الاحتجاج للمطالبة بالتغيير، فيما تسعى السلطات إلى مواجهة ضغط الشارع لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع عدة. أهالي الأنبار والوافدون إليها من المحافظات الجنوبية طالبوا الحكومة بالرضوخ لإرادة الشعب وإجراء انتخابات مبكرة ينتج عنها اختيار حكومة جديدة لضمان عيش كريم. طبعا احنا بلدنا العراق بلد عاش معاناة، بلد تعب، احنا نريد من بلد العراق جميعا كل الطوائف وبلد العراق بدون استثناء أي محافظة الغربية والشمالية والجنوبية كلهن أن تصير إيد واحدة وانتخابات مبكرة، رد العراق الخير، رد العراق الحالة، لأن العراق تعب والعراق وقع من مال فترة داعش وغيرها وغيرها، المحافظات الغربية تعبت من الحرب، وهسه احنا عندنا بالجنوب النجف وغيرها وغير محافظاتنا كلها تعبت. نتمنى من هاي تغيير هاي الحكومة وتغيير هاي الأوضاع، لأن بزعنا يعني هاي صار سنين لاكو تغيير، بدلنا مسؤول غيرنا مسؤول ونفس الحالة نفس الحالة ماكو أي تغيير، وشفنا ضيم وظلايم من هاي الحروب وغير الحروب، احنا شباب شنو ذنبنا؟ شنو ذنبنا؟ من وعينا قال الحروب وحكى الحروب لحد هاي الساعة تالله ماكو أي تغيير. الأنباريون أنفسهم قالوا أن تشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين مطلبا جماهيري. تشكيل حكومة علوى أي شكل الحكومة خطي خليها الشعب ترتاح، الناس مليت، العوائل خطي هاي أهلنا بالجنوب، يعني لا بيوت عندهم لا شغلة معيش عندهم، بكت الله يا ربي ويباعون عن الناس هاي خطية، يعني الناس ذول القيادات الثلاثة الكبار، الله الله بالعالم، الله الله بهنا بالجنوب. حنا الوحيد هو الانتخابات، رئيس واحد نطالب به يمثل كل الطوائف، كل العراق، لأن بلدنا العراق تعب حيل من ناحية الحروب خاصة المحافظات الغربية، من ناحية الحروب وداعش ما داعش اللي هم اللي دمروها. ثاني شيء يعني عندك الجنوب المحافظات الوسطى قدمت ضحايا شهداء هواي، لأن جزاهم هو أن تقدم لهم شيء بسيط لهم، فلذلك احنا نطالب رئيس وزراء مستقل. وعلى الرغم من أن التظاهرات لم تمتد إلى المحافظات السنية المدمرة بفعل الإرهاب وما تبعها من قتال لطرده، إلا أن أبنائها يؤازرون المتظاهرين باعتبار أنهم خرجوا يحملون مطالب مشروعة يأتي المطالبة بوطن في مقدمتها.